ان شاء الله مبروك عليكم. احنا اذاعه الحياه تفهم، اذاعه الصحه في القروال، حابين نجيو نشارككم التهاني بالفرحه والفرحه الكبيره هذه. بنتنا عبير ان شاء الله ديما بالتالق والتميز ومعدل ممتاز ان شاء الله. يستاهل يستاهل صغاريد هذا. هاش تصور ما ثم فرحة ويقول لي سحقت الدعاء والحمد لله إن شاء الله من أحسن من حسن إلى أحسن الحمد لله ورب إن شاء الله يبلغ ما تتمنى الحمد لله. طن نجيو عبير خاطر يظهر لي الفرحه ديما الوالدين الوالدين ينشفوا يعيشك ربي يبارك فرحك يعيشك فرحه كبيره ما كناش نتوقعوها بالحق فرحه كبيره كبيره ما هي بدا مش متوقع المعدل هذا بالحق. اي باش نتعرفوا عليك تحكي لنا اسمك وكل شيء ونحكيوا على البكالوريا مش نهار انتاج بكالوريا تحضير واستعداد نفسي وانتم كعائله وحجر صحي وكورونا كورونا وبكالوريا مع بعضهم جو الحمد لله الحمد لله تعدينا المرحله هذه والحمد لله ان شاء الله تونس ديما بخير وان شاء الله يرفع علينا الوباء هذايا والحمد لله رب العالمين الحمد لله. فرحه كبيره ما كناش نتوقعوها اليوم بالحق. راني عندي نهارين لما زعما نجيب معد بطل دم نجيب 19 ونفس اللي قلت ما شاء الله ما كنتش نتوقع بالحق وحدي هاي تو يتعود لك وكل شيء والحمد لله. اي 19 هذه ما جاتش بالساهل قلت لك ما جاتش بالساهل بالطبيعه ومسكينه تعبت من درس لدرس بالطبيعه ونشكر الاساتذه نتاعها بصراحه ووقفوا معاها واطروهم وبالحق ما خلوهمش معنا يحسوا اللي هما باك والكل انا حتى كي عدوا يدخلوا عدوا عادي ويخرجوا مش معناها ستريس باك والكل والحمد لله. توا عبير اهدت لكم النجاح بتميز هذا الحمد لله الحمد لله. تصور هكا يعطيك شويه ذكريات مع قرايتك انت مع الحمد لله. انا ما قريت وصلت ثالثه ابتدائي ما وصلت هذيك امنيتي الوحيده اللي صغاري يطلعوا متفوقين ما كملتش انا والحمد لله رب العالمين الحمد لله وربي سبحانه ما ضيع علناش تعبنا وما انا ما تقولش استاذه ولا استاذ ولا الحمد لله رب العالمين معناها نخدم في الطابونه وبيا كان يخدم خياط معناها تقاعد معاش يخدم والحمد لله التعب معناها ما مشاش خساره الحمد لله تعبنا عليهم ووصلناهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. حاجه انا فرحه كبيره فرحه كبيره ربي يصلح حالها بنتي خلاص حالها وربي يهديها وربي ان شاء الله يبلغها من ان بنتي تحب تمشي لالمانيا ان شاء الله تلقى شكون ياخذ بجنبها ويعاونها وكل ما بيع شيء او اللي يعمل شيء يلقاه يعمل شيء يلقاه ان شاء الله يعاون بنتي اصحاب الخير ورجال الاعمال يعاونوها وتخرج بنتي لبرا وبنتي تمشي لالمانيا وهي عاد باخذ اوفيسيون في المانيا الالمانيه بارك الله عليها ان شاء الله يعاون بنتي يا اخي بيع شيء يعني انت تحب ان تواصل تقرا وتتميز تتميز وتتواصل تخرج لبرا باش نحب انا زاد حتى هي امنيتها ولا تبكي بالبكاء خاطر اصحابها الكل يقراوا معاها ومعناها امورهم الماديه ما يسولها بس عليها وهي قليله واحد هي ان شاء الله يقولوا المسؤولين ولا المعنيين بالامر يعاونوها وما فيها باس كي تخرج معاهم تمشي تخرج كما انا قسمها كان نجم نقول له باش يخرج باش يقعد كان يمشي باش يخرج لالمانيا ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله ربي يسهل ربي يسهل وانا كنلاو فيه ايش هذا من عبير تو نحكيو قال لي لوالديك وراس تراك من الصح انتم موقع بالسماح باش تظهروا ايوا زيدوا قبل شوي قال باش تظهروا هذوما كيما تو باباكم وراك يعني في الدار كانوا وراك باش انت وصلت صحيح النجاح هذا كويس الحمد لله. كما قلت نشكر اول حاجه عائلتي بابا وامي واخواتي زيد اللي وقفوا معايا بالحق تاثير معنوي كبير ياسر كاين ما حسيتش روحي حتى نهار خايفه حتى في اخر بريود والكل بروفيتي كانوا واقفين معايا كانت اكثر معنويه لحكي سبور معنوي لحكي اكثر منه كانت معناها قرايه والكل كانوا قربنا برشا واخر والاخر لحظه صحيح نحن كملنا البروجرام على بكري والكل رغم الكورونا تحديناها الوباء هذا الحمد لله نجحنا ان شاء الله نكون فخر لعيلتي والبروفيتي اللي قراوني وعطاوا مجهودهم الحمد لله وكها هذا نحكيوا على مواصلة الدراسه تحب تمشي تقرا في المانيا اي هذيك هو حلمي من صغري اني نمشي نقرا في المانيا ما
خاطر لحد الان ما عندي حتى طموح كان نمشي لالمانيا باش خاطر بالحق رغم حبينا ولا كرهنا غادي فرص نتاع قرايه خير مسموحه هنا نجم نقولوا اللي تلميذ العلوم تقنيه بلوز موا محقور شويه في تونس ما فماش معناها الحاجات اللي يحب عليها معناها طموحاته اكثر اقليتها مش موجوده تلقاها بالفلوس كما مثلا نجم نحكيوا على الطيران وكل برشا حاجات بالفلوس يعني قلت لك بالحق تلميذ العلوم التقنيه في تونس محقور برشا شو تحب تمشي تقرا في المهم بون انا حلمي من صغري اني معناها نكمل ميكانيك دافيون والكل وان شاء الله ربي يسهل وكا ان شاء الله ذيك حلمي يتحقق وفرعي مش خساره اللي تميز من الكفاءات يخرج لبرا نخسروه ولا نخسروه هو راه اخذ الحق هو راه بطبيعه خساره والكل فوالا باللي باش تقرا غادي في الاخر كما يقول واكرك واكرك باش ترجع لبلادك ومعناها منجم تكون كان باش تفيدها وكا يا اخي اللي هو التلميذ كان جاي موجود في تونس معناها الفرص باش يقرا والحاجه اللي يحب عليها موجوده في تونس اكيد راه باش يقعد في بلاده ومشي اما للاسف معناها نجم نقول لك اللي طموحي ما نجم يتحقق كان في الخارج معناها وحده من الناس فوالا ان شاء الله ربي ان شاء الله امين احكيوا ربما هذه قصه نجاح وسط الحجر الصحي وسط ظروف صحيه صعيبه خاصه في القروان كيفاش تحديتوا الوضع الصحي الحجر الصحي كضغط النفسي ربما صار صحيح خاصة في البريود الأخرانية تعبنا برشا على الأخر وستريس كورونا ولازمك تبعد على صاحبك وفما مسافات الأمان ويسر معناها كنا متقاعدين بالظروف هذه أما الحمد لله معناها بالحق باللي تعبت مش باش يكون معناها قد معناها كبر الجائحة هذه الحمد لله وبروفيتنا وقفوا معانا وكانوا أي حاجة دي معناها يقولوا لنا ميسيل إن شاء الله نحن أقوى منه ونتحداوه بقدرة ربي وهذيك اللي صار وتحقق الحمد لله والحمد لله احنا كإذاعة الحياة فام أول من جيك مهنيك نورمال مو هاي كلمة عن طريق إذاعة الحياة فام للي يسمع فيك نعطي تحية للمستمعين إذاعة حياة فيم ونقول مبروك زل الناجحين الأخرين اللي معايا أصحابي على مستوى جهوي وعلى مستوى الوطني والكل نقولهم مبروك بالحق رانا قويين برشا وإن شاء الله الحظ نتمنى التوفيق للجماعة اللي طاحوا كنترول وريفيزي ميسيلش مازال عندهم فرصة وكها هذا هو حاجة سمحني شوية هناك للضوء ربما نحكيه هل النتائج هذه باهية في الفرحة في البكالوريا خرجت شوية من القلب شوية وجيعة شوية غم مع الكورونا ايه بتباع لحد فرد شوية ماكش ستريس على كورونا وتباعد وقعد وخايف على روح وكمامة وكل شيء ولا الباحة تفرط ما مش عليك انا بنات فرط بكده بكده وغلط فرط وربي ان شاء الله يرفع عنا الوباء امين نهاية الجمعة نهاية مباركة ان شاء الله ربي ان شاء الله يصلح الناس كل امين ان شاء الله امين يا رسول الله امين يا ربي يحفظ جميع المسلمين كلهم بحول الله ربي يرفع علينا الوباء كلمة الختام عندك مدام سامحني جزء منها للضوء تفضل قدم كلمة الختام عندك توا الفرحة هذيا وسط الغسرة بتاع الكورونا الحمد لله تعدينا الغسرة والحمد لله كيف رحنا والحمد لله رب العالمين ان شاء الله ربي يوفقها وان شاء الله ربي يوفق اللي تتمنيه هي ان شاء الله يا ربي يسهل لها في مكوه صعيد ان شاء الله يا رب اجمعين شكرا حابب تقولوا حاجه تحب شكرا تشكرت كان شويه من المؤسسه التربويه اللي فيها برشا ناس برشا ناس تعبوا في المؤسسه التربويه خاطر بلي باش نذكر لسيده بالحق معناها الحكايه مش كان عامت الباب مثلا اللي علمني بالنتيجه هو سيد الناظر اي مسيو انس نوجه له تحيه والناس اللي هبط عليه اني قلت لك بالحق برشا كي باش نشكر نخاف نشكر واحد ناس الاخر نشكرهم الكل وقفوا معايا بروفيتي الكل الحمد لله والله نشكرهم على ما نحبش خاطر كي باش نذكر بروف باش بالحق الكل نعطيهم الشكر عايشك شكرا عايشك خلينا نشوف كم صغيره تاع الطائر هذه من الأقارب ولا الجيران اختي محسوبه كسرتي حاجه صحي وجيتي تهني والله ما حبيتش شديت روحي الله غالب لازم نطلع عليه قلتي مناسبه للفرحه العائله مناسبه للفرحه وللعائله كل ان شاء الله كلهم ميمه فرحان ان شاء الله يا رب يفرحهم والله فرحت لها فرحت لبابا خاصه باباها وامها
الحمد لله. قال ايش عايش 27 سنه تو كنت قاعد باش نجم خيط عليه الجفير ها نحن شويه ابونا الحبيب والجيران وربي بقى للست والوالد والوالدتها هي تخدم تبونا اي والدتها تخدم تبونا وانا زال نعاون فيها بالداخل عشان نعجن الواحد نعجن المعجينه وخارج لها وهي طيب احييك امشي امشي هاي ولاد مشروع لكن حبينا نحكيوا على المشروع مشروع الحياه المشروع اللي منه ربما كما قال الحاج انه من هنا خرجت خرج التميز من هنا خرجت 19 معاد باللي يتعب صراحه وبعرق جبين والتعب والكل بقدره الله ما يمشيش خساره ما تقولش لا ولده واستاذ ولد قاضي ولا ما تدريش عليها لا عنده شكور هي مش الفايده راهو في معناها الماديات وفايده في قناعه القناعه الواحد القناعه انا غير كل وقت ولادي ما يتشرطوش ما حق ما نشروش من الفريق من كانوا جد عندي نشري ما عنديش ما يشروش لا عيد لا حتى شيء معناها من مسك مش كما الصغار مش عايشين معناها كما الصغار الكل ومستقنعين والحمد لله يقروا المهم اعطينا قرايتنا ننجحوا نوصلوا هذاك هو هذا ان شاء الله ربي ينجحهم وديما متميزين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وتفرحوا بهم اي ما تخرى عند المريدة عليه مش يتخرج اي ما تخرى ما ترفق منه وغاد باكل في ودي اطلع عشاك عايق ولا حاجه لا باكل عليه وسيب والله يصاب عليه بيحاول له يرعاه ربي ويطلع وجهه هذاك باش يعيش حياته مش عليه مادياتي هذاك اللي عندي هذاك اللي عندي احفظ الله يحفظك يرحم والديك لا امنيتي ما عنديش ما مقدوري وكل امنيتي نحب الحق امنيت بنتي في الحق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعاونوني ان شاء الله هذه امنيتي ما حاشي بحد شيء من الدنيا ما حاش حدا حد شيء بيحاول انا لا ما ما حتى المديد نروح نلبس ولا حاجه ما حاش يعطيني صغاري معناها يخرجوا ويقروا ويطلعوا صالحين هذيك الفائده والحمد لله رب العالمين ما حسوش بحد بس يوسف المهم يوصلوا لبيصتهم وامنيتهم معناها يوسف كانوا هم الامل وهم المستقبل ان شاء الله والواحد ربي يحل الوبين وحده ما يدريش على روح الواحد الوبين ما يدريش على وحده ولا بس عليه هو يعرف الظروف يعاونوني خلينا نبعث الناس ان شاء الله ان شاء الله رب يسهل لك ربي ان شاء الله اللي يعاونوا يا ربي ان شاء الله في القاء في ميزان حسناته ان شاء الله ربي يسهل احنا يمكن يسمعوا فينا عن طريق الحياه فهم ان شاء الله ثم ناس اللي تنجم تسهل وتحل الثنية هذه بالطرق الكل الإدارية والمالية من المغادي وخرجها بحاول إن شاء الله ربي سهل لها وإن شاء الله ربي يبارك لكم الكل بحاول الله وإذا حدك تخرج البرة لما تنور تونس بحاول الله نعرف أنا بنتي مجهودة نعرف نعرف شو المخ بحاول الله تنور تونس والله